السلام عليكم. لكل من عم يفكر أو يسعى لفتح ورشة صيانة سيارات، مغسلة سيارات، متجر لتبديل الإطارات أو ورشة دهان، حلك موجود عندي. تعال الشارقة مكتبنا عين الشمس حتى تتعرف على منتجاتي من A to Z. كل شيء لتجهيز الكراج والورشات موجود عندي. تفضل وزورنا لحتى أعرفك على أهم منتجات عندي. نجي على أهم قسم اللي هو Diagnostic Tools. منبلش فيه من أجهزة الماركة المعروفة المعتادة بالسوق عالميا واللي هي شركة أوتيل. من كان من أجهزة التشخيص الشخصي نطلع على البرمجة المفاتيح بالإضافة إلى أجهزة الأوفلاين والأونلاين المعروفين عنا. نجي على البراند الثاني واللي هو توبدون المعروف عالميا من أجهزة الفحص مسح الأعطال والبرمجة والأوفلاين والأونلاين. جهاز زينت 5 المعروف الصناعة الكورية اللي بيناسب السيارات الصغيرة والكبيرة، نظام 12 فولت وال 24 فولت. أجهزة شحن البطاريات اللي بتبلش معي من 1200 واط إلى 6000 واط من شركة توبدون العالمية المعروفة. شواحن السيارات الكهربائية من شركة AMT المعروفة بأحجام مختلفة واستطاعات مختلفة، 7 كيلو واط، 11 كيلو واط و 12 كيلو واط. عندي أدوات التشحيم من شركة AMT معروفة عالميا بالإضافة إلى الكمبريسورات من شركة لبدانا الإيطالية 200 لتر و 270 لتر. عندي انجكتر كلينر تنظيف البخاخات من شركة AMT إن كان 8 سلندر أو 6 سلندر بالإضافة إلى ماركة GDI المعروفة. عندي تايمينج تولز من شركة GTC المعروفة تايوانية بالإضافة إلى أجهزة مفكات التركيب اليدوي. كما عندي أفضل شواحن بطاريات ستارت بوستر من شركة لمانيا السويسرية بأفضل صناعة وجودة وطمان. أجهزة تنظيف الفريون ماركتين مختلفتين، هيشبون الكورية بالإضافة إلى محلي الإيطالية. نجي على التول الترولي، صناديق العدد المعروفين عنا ماركة تايوانية GTC بالإضافة إلى ماركة AMT الصينية بأحجام وأنواع مختلفة. كما عندي المزيد من العدد والمعدات اللي بتناسب ورشتكم بشكل عام. لكل مين عم يشوف هذا الفيديو حاول تعمل سكرين شوت وتبعث لي على هذا الرقم الموجود بأسفل الفيديو حتى لما تقدر تيجي لعندي راح تحصل على خصم كتير منيح بالنسبة لإلك بالإضافة إلى الهدايا راح أعطيكم إياها. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وأهلا وسهلا فيكم معرضنا عين الشمس الشارقة صناعية 2 شارع الملك فيصل، وأهلا وسهلا فيكم.